عرفتي داك المجرم اللي خرج تمشي تقول واحد الكلام اللي كلام صاعق قالت لك كانت عنده علاقه وبدات تخربق وقالت لك على قد 100 درهم واش هاد الشابه هادي اللي بخيرها برزقها واش هادشي على قد 100 درهم؟ اسمح لي اخويا نقول لك حنا 100 درهم هاد السيده عندها الفلوس الثمن اللي تقدر تشري هو وتشري اي واحد، ما غيمكنش تاخذ من عندهم 100 درهم. واش هي عندها الملائير والملايين ديال الفلوس وغتاخذ من عند واحد 100 درهم؟ راتشي هي راه كل واحد فمو عنده كيقول اللي بغى، ولكن حنا راه حنا عندنا الفم ديالنا غنقولوا به اللي بغى، ولكن راه بنادم راه باين غتخرجوا غتسولوا على هاد السيده غتعرفوا بان هاد السيده عندها فلوسها عندها ملكاتها عندها داكشي، ما غاداش تخرج لعند هاد السيد وتاخذ من عندهم 100 درهم باش تضيع هي في الشرفه ويوقع لها هي هادشي. راه حشومه هادشي اللي كيقولوا هاد الناس، اتهموها في الشرفه قالوا حامله وهي ما حاملاش، قالوا هي يا ماشيه معاه وهي ما كتمشيش معاه، هو ملقي ليها ومرته بعدا اللي تتهضر وتتقول هاد الكلام، هي باللي جا عندها راجلها وشافته مقموش في وجهه في عنقه كتقول لك راه هي اللي عيطت ليه وجات عنده، راه ما يمكنش نتبع راجلي انا راجلي يكون جا خارج ليا مقموش بحال ما كنت غنتبعو غنشوفو في الغادي ومالو مقموش وعلاش وكيفاش وغنبحث، ماشي غادا نسكت. وفي الاخر وليتي كتهمي السيده في شرفه حيت ماتت، حشومه راه كما وقع لها السيده غيوقع لينا حتى حنا، حنا كنطالبوا من القانون يوقف معانا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الزوجه ديالو تدوي بروده حيت عارفه، حيت عارفه شنو واقع، وما كانتش عارفه ما غاديش تدوي ببروده. تتقول لك انا راجلي انا فين دويت معاها، وكيفاش هاد السيده عندها مع علاقه وهي قاومات باش ما يقيسهاش في الشرف؟ قاومات ضربها قجه في عنقها، ضربها في ايديها، والسيده وكتقاوم لحد الاخر في عمرها، وغادي تمشي معاها هي بخاطر راه ما يمكنش. على قبل 100 درهم، على قبل 100 درهم راه هادشي راه ما كاينش، راه ما كاينش هادشي، راه ظلم ظلم هادشي اللي كيقولوا في هاد السيده ظلم. واش تقدر تشوفي راجلك؟ لا مقموش لا ما غنسكتش، ما غنسكتش، غنطالب بالحقوق ديالي، ما غنسكتش. 15 يوم ماشي ناعش يعني كاين، وهو بعدا كيعاودوا الناس قال لك كيفطر وكياكل عادي بحال ما كاينه حتى شي حاجه، راه ما يمكنش هادشي. هذا مجرم، هذا مجرم، خاصو ينال الجزاء ديالو، العقاب ديالو خاصو ياخذو، وحنا هاد السيده راه غنوقفوا معاها حتى الاخير، راه ما يمكنش نخليوها كما وقع لها هي غيوقع لينا حتى حنا. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد السيده، خاصو الاعدام، اعدام خاصه. كيفاش عندها كيفاش عندها علاقه؟ تيقول لك تتقول لك الزوجه ديالها راه عنده علاقه، هو هي اللي علاقه له ولا غير كذوب؟ والسيده خارجه تسخر وعندها علاقه معاه، السيده كون كانت عندها علاقه معاه راه غادي تخرج مقاده مصايبه. هي خارجه تجيب غير خارجه باش نضالت الميكه ديال الصبع، وخارجه تتسخر حتى ولات غاده عنده، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. يلا اش منا اش منا اش من هاد الاسلوب كيقولوا فيه هاد الناس، حشومه راعيو راعيو ولا هادشي اللي كتقولوا، راه كذابين باغيين يبانوا وباغيين يبرئوا المجرم، راه عيب هادشي اللي كيديروا، راه عيب. شوف الدريه الزوجه ديالو تدوي بروده بحال ما وقع والو، واش انت لو وقعت شي راجلك لو وقعت شي راجلك واش غادي تدوي بروده؟ لا ما نقدرش انا نوقف مع الحق، ما غتستريش على هذه، ما غنسترش على هذه الجريمه، غنوقف على الحق. هذه جريمه شنعاء، اش طالبوا للسيد؟ كنطالبوا للسيد الاعدام، لا هو ولا امثاله اعدام، حيت كما وقع لواحد السيده سميتها حنان وواحده اخرى وواحده اخرى وواحده اخرى، وقع لها السيده وغدا ثاني غيوقع لواحده اخرى وغتبقى غاده السلسله، راه بزاف. حنا كنطالبوا بالقانون يوقف هذا الشيء، كنطالبوا بالقانون يوقف هذا الشيء، راه بزاف. غصب الميمه ديالها غصب ميمتها حالتها وخوتها حالتها وحنا حالتنا، راه الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. Yeah.
أستاذة بالنسبة لهذا